دعنا ينضم إلينا مباشرة من القاهرة السيد أحمد العطيفي، مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية. سيد أحمد، مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير، أهلا أهلا وسهلا. صباح الخير. سيد أحمد. AGX 30 فوق 5300 نقطة، عند 5307 نقاط، ومكاسب 82 نقطة، قفزة ب 1.16%، أداء قوي جدا لAGX 30. كيف تقرأ لنا هذا ما يحصل الآن في السوق المصري؟ يعني اعتقد انا هقول من كلامك ابرز تعليق انت قلته ان هو يترك الباب نحو منطقه 5300، وهو دوت انا شايفه اعتقد طبعا للمؤشر. طبعا المؤشر النهارده الارتفاع الموجود فيه في اول الجلسه انا شايف مدفوع بالقوه اللي حصلت على اوراسكوم تيليكوم في اول دقيقه في الجلسه. طبعا سهم زي اوراسكوم تيليكوم لما يوصل 9% او 8% ارتفاع وهو بينافس دلوقتي 4 جنيه وربع، طبعا هو ليه وزن كبير جدا على المؤشر والارتفاعات اللي احنا موجود اللي شايفينها فيه. لكن انا صراحه بيبقى ليا وجهه نظر ان انا لا اعول على اول نص ساعه في التداول ان انا ممكن احكم ارتفاعات كبيره، لان كان ملاحظ في خلال الجلسات اللي فاتت ان بعض الاسهم برضو وقياديه بتغلق بتغلق مثلا على 10% ارتفاع لما بتنافس 1000 سهم، و10% مثلا انخفاض في نفس الجلسه بتنافس 1000 سهم. لكن وده بيخلينا نتطرق للنقطه. سيد احمد، ربما ما يحصل في صبيحه هذا اليوم هو استكمال لما حصل في جلسه الامس، علما ان السوق كانت عوضت خسائرها الصباحيه في النصف الثاني من الجلسه، وبالتالي كانت هناك عوده للمؤشر واستكمال ربما لهذا الصعود اليوم. هو صح فعلا جدا اللي انت بتقوله، هو اللي بيحصل في بدايه جلسه اليوم هو استكمالا للصعود اللي حصل في جلسه، في استكمالا للحاله اللي كانت في النص الاخير من جلسه امس، بعد ما السوق تقريبا يمكن 7 أو 10 جلسات ماشي بطريقه الطريقه العرضيه بتبقى مش عارفين هل السوق يكمل الصاعد او الاتجاه هابط لغايه ما تظهر قوه لا شرائيه تدفع السوق لاعلى لا قوه بيعيه تدفع السوق لاسفل. لكن كان الاتجاه اكثر يميل الى اتجاه الصاعد لان الاقوى هو الاتجاه، وهو او طالما هو الاقوى الاتجاه فالاتجاه ممكن يستمر في الاتجاه الصاعد. لكن انا بتكلم في جزئيه ثانيه مهمه جدا، ان النهارده لما سهم في اول دقيقه في الجلسه يغلق 10% ارتفاعا اعتقد ان دوت ممكن مش لمصلحه السوق انه يحصل هذا الموضوع. انا شايف ان هو الصعود بالقوه والعنف في اول الجلسه مش هو قوي، انا عايز يبقى في اكتر بوزيشن اتملى في هذه المناطق السعريه. اليس هناك اي خبر عن اوراسكوم؟ اليس اي عامل اساسي يدعم هذا الصعود؟ ربما قد يكون مبرر. يعني لو احنا بنتكلم على الكيس، لو بنتكلم على الكيس بتاع اوراسكوم تيليكوم، احنا عايشين في خبر بقالنا تقريبا من شهرين ان كل شويه بنسمع ان حل مشكله جيزي وهيبقى النهارده هتتحل جيزي. طبعا جيزي وفينبلكو ما تخش تشتري حصتها، هو الخبر او هو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بس تقريبا بقالنا شهرين ثلاثه المتعلق باوراسكوم تيليكوم. انا عشان احكم على اداء اوراسكوم تيليكوم انا هستنى بقى بعد ما يفتح التداول من الساعه 11:30 هبتدي اتكلم بقى اوراسكوم تيليكوم واتجاه السوق هيبقى شكله ايه مع راسكم تلكم. لكن كوجه عام كالسوق، السوق فعلا اداؤه جيد، ارتفاعات قويه جدا. احنا ما ننساش البورصه المصريه افضل اداء بورصه على مستوى العالم من يناير لحد الان. مش شايف انا بورصه على مستوى العالم حققت الارتفاعات من 1 يناير حتى الان، احنا خلاص 48%. النهارده بيتداول المؤشر فوق اعلى منطقه سعريه تقريبا للمؤشر يمكن لذلك السوق لذلك السوق المصري هي افضل سوق في العالم حتى الان من حيث الاداء كمؤشر. ما انا بقول كده، ده فعلا كمؤشر من اول يناير لحد الان اعلى اداء موجود على مستوى العالم كله، وده امر كمان يمكن كل المحللين وكل المعنيين بالاستثمار في العالم بيشكل لهم ان هو مفاجاه بالنسبه لهم. بلد فيها تغيرات اقتصاديه وتغيرات سياسيه، السوق بيطلع والتصنيفات الائتمانيه للبلد بتنخفض، السوق بيطلع والاحتياطي النقدي عندنا بينخفض. فهو الحاله اللي احنا موجودين فيها في مصر زي ما هي حاله كانت فريده في ثوره وتغيرات اقتصاديه، انا شايفها هي حاله برضه مختلفه بالنسبه للبورصه. لكن دوت اللي دفعه اسباب كتيره جدا، احنا اللي دفع السوق ما ننكرش الاخبار مثلا على شركه قويه زي موبينيل، الاخبار على شركه قويه زي اوراسكوم تيليكوم، النتائج الاعمال الجيده والشركه قويه بتحقق استثمارات قويه زي اوراسكوم انشاء والصناعه، ده معناه ان الشركات ان زي الانترناشونال. اوراسكوم تيليكوم مش متاثره باي حاجه بتحصل في مصر، لان اعتقاد اوراسكوم تيليكوم يعني ما لهاش استثمارات خلاص موجوده في مصر بعد صفقتها في امبيلكوم. يبقى النهارده الارتفاعات اللي بتحققها اوراسكوم تيليكوم هي اللي بتساهم في ارتفاع السوق. اوراسكوم الانشاء يمكن استثماراتها موجوده طبعا في مصر، لكن هي شركه عالميه عندها استثمارات ممكن. نعم، هناك خبر على اوراسكوم للانشاء وفوزها بعقد طبعا قيمته 363 مليون بالزبط. دولار امريكي لانشاء محطه الكهرباء الغازيه في بيجي بالعراق. في العراق طبعا كده. طبعا مفعول هذا الخبر محفزات. كيف انت كيف تنظر الى مفعول هذا الخبر على اداء السهم في السوق اليوم؟
طبعا اولا اداء الاخبار ديت بتبقى اخبار ايجابيه جدا على اداء الشركه، واخبار ايجابيه على اداء السهم، ودوت بيعزز لنا حقوق المساهمين للشركه، وبينعكس ايجابيا على المستثمرين الموجودين في السوق. لكن الخبر الاعمق من وجهه نظري هو الاوراسكوم انشاء والصناعه، والموضوع الاعمق اللي هو بيدرس والشركه اعلنت عنه حقيقه ده، هو فصل نشاط المقاولات عن نشاط الاسمده، ودوت امر هيبقى قوي جدا وهيدي بوتنشن عالي جدا للشركه، وهيبقى واضح ان التدفقات النقديه اللي داخله في الشركه من اي نشاط، والفصل دوت هيدي قوه وشكل جديد عندنا في السوق المصري. انا شايف ان السوق اندفع اعلى بقوه، اولا بحاجتين، بالشركات اللي انا في وجهه نظري هي الشركات عالميه، اوراسكوم انشاء الصناعه، اوراسكوم تيليكوم، موبينيل، البنك التجاري الدولي برضو ساهم في هذا الصعود. بعد كده ابتدت النظره للمؤسسات برضو والافراد اللي انا بقول ملحقوش صعود السوق، ابتدوا يتجهوا يعملوا بوزيشن تاني في الشركات التانيه المدركه زي في القطاع العقاري، لان طبعا المؤسسات لما بتلاقي الشركات القائده بتتحرك بيبتدي فكروا في الشركات الثانيه اللي لسه ما اتحركتش، وده كان واضح على ايجيكس 70 وبعض الاسهم اللي هي من وجهه نظر المستثمرين اللي هي بتتحرك بقيمه مثلا بسيطه، سهم ب 2 جنيه او 3 جنيه، في بعض الاسهم حققت 100% ارتفاع من اول العام حتى الان. انا اتمنى طبعا، وانا شايف ان المؤشر ايجيكس 30 احنا بنتكلم اهو النهارده، يعني انا مبسوط 5300 اعلى رقم للمؤشر في من تقريبا من 7 شهور، 5323 نقطه ومكاسب 98 نقطه في هذه اللحظات. طبعا ده امر جيد جدا للسوق، انا شايف ان المحطه القادمه باذن الله 5500 هيدي سبورت للسوق. الاعلان طبعا على يعني لو مشيت الامور صفقه موبينيل امور جيده، بكره الجمعيه العموميه المتعلقه باوراسكوم للاتصالات الاحتمال الاكبر ان طبعا يعني وجهه نظري الاحتمال الاكبر ممكن المساهمين هيوافقوا على هذه الصفقه، لان طبعا اللي يملك الحصه الاغلبيه كبار المؤسسين اللي هم كانوا المهندسين الاساسيين في هذه الصفقه والمهندسين الاساسيين في عملية تحول أوراسكوم تيليكوم والبيع لفينبلكوم. كل الكلام ده الأخبار الجيدة هتدي سبورت للماركت.